أولا البار عزيز أب لي 3 أبناء، سابقا يعني كنت مرشد سياحي، وأنا أفتخر كمرشد سياحي عام 1971 مرشد سياحي أوكسيليير مساعد، 1973 مرشد لوكال يعني محلي، 1979 مرشد وطني، وحصلت على أول نقطة في اللغة الإنجليزية في عام 1979 ديال لي كونديدا. أنا ذاك أتقن بكل تواضع 6 لغات، حامل شهادة من الانستيتو جورج واشنطن انستيتوت في واشنطن، حقا اليوم رئيس المجلس الجهوي فاس، نائب برلماني عن فاس الشمالية حاليا، طاعته في المدينة العتيقة في الأزقة ديالها وعلى أعصان النجارين العشابين، ودائما تنصع غاية ديال المدينة العتيقة بالخصوص وفاس وجهة فاس مكناس العموم، فهذا افتخار لي كبير، وأشكركم على حسن الضيافة مرة أخرى، تنشكركم على حسن الضيافة. من ناحية ديال الميدان السياحي، حقا هي النقطة السوداء في العالم بأسره، الاقتصاد عامة والسياحة هي أول ميدان أو قطاع متضرر في العالم بأسره، إلا به في العالم بأسره أعطوا أهمية وأسبقية القطاعات المتضررة اللي على رأس السياحة، وهنا في المغرب تنظروا على السياحة، تنظروا على السياحة عامة اللي هي دور الضيافة، فنادق سياحية، النقل السياحي من أوائل القطاعات المتضررة، لأن استمروا في 2017-2018-2019 من بعد الأزمة ديال العشرين الأولى اللي كانت أزمة اقتصادية سياسية عالمية للغرف، من بعد الأزمة الثانية ديال العشرين 2007-2017، ولما يعني لقاو يعني استجواب مع ميركل في أواخر 2009، والسؤال كان هل الاقتصاد سيرجع كما كان عليه سابقا في 2011-2012، فالجواب ديالها كان في 2018، ففي 2017 بدأت يعني بدأت إشارات وبدارة خير بأن بدأ يعني النمو الاقتصادي عامة والسياحة بخصوص 2019، ف 2018-2019 كانت سنة هائلة، و 2020 كانت مبرمجة غتكون أحسن سنة اللي غتردنا 30 أو 35 عام الوراء في الأيام الذهبية السياحية والاقتصادية. السياحة في فاس بكل صراحة، السياحة الخارجية والعالمية يعني كما سائل المدن المغربية تعيش نفس المأزق ونفس المشكل اللي تطبق عالميا إذا عمتها أنت. فاس ولله الحمد يعني تشكرات من عميق القلب والاعترافات من المواطنين ككل جمعاء داخل المغرب وخارج المغرب وفاس بالخصوص، الفرح الكبير الزيارة الملكية اللي حقا ردت واحد انتعاش اقتصادي لساكنة فاس والجهة ككل، يعني من ناحية الأمنية من ناحية الاقتصادية، ونترجع وتنقول يعني ذاك الاسم المشين اللي كان يطبق على مدينة فاس في السنين الأواخر، هذه سنة أو سنتين يعني من بعد 2018-2019
بعد النمو الاقتصادي عامة والسياحة والصناعة التقليدية بالخصوص، يعني تأت واحد نور واحد رؤية واحد دفعة اقتصادية اللي تتطبق على الكلمات اللي كنت نقول دائما المشكل ديال فاس ما كانش مشكل الأمن، لا، المشكل ديال فاس كان مشكل اقتصادي اجتماعي بحت، لأن فاس كانت ثاني مدينة صناعية في المغرب، كانت أول خزان مالي اللي كان يعطي القروض، يعني تيسلف الدار البيضاء والقنيطرة آنذاك، اللي الدار البيضاء عندها من 50 إلى 60% اقتصاد البلاد. اليوم الشمال وللأسف، ولكن ما نقولش وللأسف، وللأسف على فاس، ولكن هنيئا الشمال اللي شخصيا كنت دائما كممثل الأمة وممثل المغرب تندفع على الشمال، لأن أنا ذاك في اللقاءات الثقافية والاقتصادية وخاصة في اللقاءات لتسويق المنتوج السياحي ولتسويق المنتوج الثقافي والسياحي والصناعي التقليدي في العالم بأسي، واللقاءات الدبلوماسية في نطاق تطبيق السياسة الدبلوماسية الموازية اللي باعتراف الحكومة وباعتراف حتى يعني بعض السفراء ديال بعض الدول وباعتراف حتى وزارة الخارجية، يعني في اللقاءات والهدايا اللي لنا من بعض الملوك بعض الرؤساء ومن بعض اللقاءات العالمية كيسولونا منين انت تقول لهم المغرب، يعني بعد يعني اللقاءات العالمية تيقول لك مشينا للمغرب مشينا لطنجة وللأسف ما عمرنا نرجعوا للمغرب نظرا للأزقة والبلاستيك والأمور اللي كانت سابقا. أنا ذاك في ذاك الوقت كانت في نطاق السياحة يعني الساحلية جوي أوت كانوا تيطلبوا الناس ديال الداخل باش يجيو يساعدوا الاقتصاد ديال الشمال طنجة وتطوان يعني والشمال ككل. اليوم رجعوا لي زوطوروت ومشى الاقتصاد يعني من حسن إلى أحسن، مدينة صناعية في المغرب وفي التكستيل من أوائل المدن يعني الإفريقية المعترف بها، رجعت من أواخر المدن الاقتصادية، وهنا باش طبقت أو كانت تطبق أو كانوا سمحهم الله بعض إعلاميين اللي كانوا ربما تزيدوا كما تنقولوا شويش في التنبلة أسمح وخا أنا معكم كذا من أجل يعني توقعوا بعض المشاكل بعض مدن أخرى، ولكن ما تدخلش في الجرائد، وسمح الله تبع المسؤول لديك الاسم ديالو للخطوط الملكية المغربية لما وقع ما وقع يعني في نواحي مراكش، يعني تقال بأن فاس وقع أكفس وبغى يطبق ذاك الشيء اللي تطبق في نواحي مراكش على فاس، وللأسف لا يعني احتراما لذاك السيد ويعني ونزولا على الرغبة ديال ذاك السيد وذاك الناس، يعني ما غادي نجيبش الاسم ديالو، ولكن تتبقى يعني في النفس ديالي اللي تيبغيو يطبقوا بعض الناس على فاس أمور اللي هي ما تطبقش. وهنا في هذا النطاق هذا كانت فاس هي أول خزان مالي فائض مالي كانت بعد المدن الاقتصادية الكبيرة، واليوم نطلب من الله سبحانه وتعالى من بعد أزمات 10 سنين الأولى ديال الغوف و10 سنين الثانية الاقتصادية العالمية اللي بدأت من أمريكا وكملت في أوروبا وفي العالم بأسره، إن شاء الله فاس إن شاء الله غادي ترجع للمجد ديالها باش ترجع لإسم السابق ديالها فاس والكل في فاس، وخاصة عالمة علم عاصمة علم العرفان يعني المولى إدريس وعاصمة القرويين عاصمة فاطمة الفهرية اللي كانت شيدة أقدم أكبر جامعة في العالم بأسره معترف بها عالميا اللي كانت تدرس الأسترونومي تيولوجي ميدسين ماتيماتيك فيلوزوفي إدروا، يعني هذه 12 قرن اللي عطات قيمة للمرأة المغربية والمرأة عالمة، وإحنا دابا اليوم وخا في بداية أفريل إحنا كما تتشوفوا مازالين يعني تنهنيو يعني العيد العالمي للمرأة يعني في أواخر شهر مارس اللي مازال عندنا في بداية أفريل. العفو. تنشكركم مرة أخرى وتنعترفوا يعني بمزايا، وأكبر دليل هو حسن الضيافة ديالكم. شكرا. أنتم كمنعش سياحي ولكم يعني مجموعة كثيرة من القناة
حقا شكرا. هو في الحقيقه السؤال في حد ذاته فيه واحد النسبه ديال الجواب، يعني الضرر والضرر، حيت دابا اليوم الضرر هو ضرر عالمي اذا عمت هانت. حقيقه فاس من المدن الاولى اللي ضرت سياحيا، لان فاس هي مدينه من المدن العتيقه اللي معروفه بليفيز امبيريال، والسياحه اللي كانت ديال فاس كانت سياحه عبور عوض سياحه اقامه. وللاسف سنين وسنين وحنا نتنافضوا باش ترجع سياحه اقامه عوض سياحه مرور. درنا كل ما في جهدنا سابقا، جبنا كورسير، جبنا ال2، جبنا جي بي ايرويز، جبنا السياحه الافريقيه التجانيه ديال فاس اللي عرضناهم، يعني اعطيناهم 400 500 يعني شقه، يعني خمس ايام هذه كلهم شركات كذا بامور خاصه من اجل تسويق المنتوج السياحي ديال فاس وديال مكناس منيتها ديال فاس، يعني بشراكه وباستعانه من بعض المهنيين جازهم الله خيرا، الناس اللي مازالين بالحياه والله يرحم بعض منهم اللي يعني اللي غادروا الحياه، يعني منهم السي العبادي الله يرحمه، يعني من اوائل المنعشين السياحيين اللي كانوا خدام اعتاب الشريفه يعني في السياحه وفي نفس الوقت يعني كمنعشين جدد، بالناس اللي بداوا اوائل دور الضيافه يعني في هذه المدينه. وعطات واحد الاكله بعد سنين، ولكن وللاسف ما نحناش في العمليه ديالنا ديال تطبيق السياحه، يعني الاقامه عوض السياحه ديال العبور، يعني فيل دو سيجور او ليو كو فيل دو باساج. نظرا دائما، وهنا النقاط هي تكميل الجواب ديال السؤال ديالكم، وهي نظرا لعدم تشجيع الاستثمارات الترفيهيه لانيماسيون، يعني الاسئله والتدخلات ديال المهنيين لا سابقا ولا حاليا هو عدم تشجيع يعني ديال الانيماسيون، هذه من جهه. من جهه اخرى عدم تطبيق يعني وتشجيع التعهدات اللي تعطتنا من المسؤولين المنتخبين وغيرهم بان غادي يشيدوا قصر المؤتمرات من اجل تشجيع السياحه الاقتصاديه، زائد فعده تدخلات قلنا لهم يكون معارض، كانوا بعض المعارض ديال الصناعه التقليديه، ولكن حنا تنقترحوا اقترحنا وعطونا تعهدات معارض الصناعه التقليديه اللي غادي تكون عالميه من الدول كلها، كبعض الدول ويجيو من الهند والباكستان ومن تركيا ومن تونس، يعني من المدن المعروفه بالصناعه التقليديه، وهنا غادي نكونوا شجعنا واحد المنتوج اللي هو منتوج اصلي صناعه تقليديه محليه وطنيه جهويه ووطنيه، وفاس معروفه ك يعني عاصمه الصناعه التقليديه، كابيتال دو لارتيزانا، كابيتال دو لا غاسترونومي، كابيتال ريليجيوز، اي بيان سور كابيتال كولتوريل باعتراف. يعني درنا معارض في العالم باسره، وبينا في المعارض يعني بامور خاصه وطنيه للسياحه، وللاسف ما كانوش يعطيو لهما ولا الخطوط الملكيه المغربيه يعني اسبقيه، ما نقولش اسبقيه، ما نقولش اولويه، ما كانوش يعطيو قيمه ولو واحد 5% كقيمه مضافه مقارنه بعض المدن اللي كانت يعطيوها اللي هي مراكش واكادير وبعض النوبات حتى الشمال وبعض المدن اخرى، يعني فاس وللاسف كانت منسيه. اذا فتشجيع الصناعه التقليديه يعني هذه من اوائل يعني القطاعات الجد مهمه اللي رجعت فاس يعني تتصدر مراكش لمدن اخرى وتتصدر بعض الدول، ولكن عن طريق يعني بعد الاخوه والاخوات ذلك بعض الشركات او ذاك الطرق ديال التصدير. هنا في نطاق تشجيع التصدير لا الصناعه التقليديه ولا الصناعه الحديثه، حقيقه بكل صراحه انا دائما اشجع التصدير، لان التصدير هو اللي تيخدم اليد العامله، التصدير هو اللي تيصنع المنتوج المغربي كصناعه تقليديه او حتى صناعه يعني غذائيه، حتى صناعه فلاحيه
والفلاحه اللي تتشغل 60 او 65 مليون عامله في المغرب، ومن اوائل النقط الاساسيه اللي عاونت اليوم في هذا كوفيد. الاولى داك الخضروات يعني واللحوم الحمد لله، ويعني اللي هو صنع محلي فلاحي وتجزئي ديال كذا، ربما غتكون وقعت بعض الكوارث ماشي غير اقتصاديه ولكن حتى صحيه، ولو هاد يعني كوفيد اللي هو كوارث او كارثه عالميه صحيه، واللي هي سيدنا الله ينصرو ضحى باعتراف العالم باسره، وعلى اسم واشنطن بوست بان ضحى يعني بالاقتصاد من اجل صحه المواطنين الله ينصرو ويطول العمر. واليوم بعد انتاجات اللي هو انتج وبعض الامور اللي خرج منها، اكبر دليل هو الاعتراف العالم باسره يعني ديال صنع كوفيد وتجيع تصنعها وعلى راسها الكمامات والتصدير ديالها يعني في بعض الامور ديال هذا. اذا فاس يعني من المفروض هي تكون من اوائل المدن اللي او الجهات كجهات فاس مكناس، وانا دائما تنتحدى العالم باسمه في 12 جهه ديال المغرب، اتحدى العالم تنتحمل المسؤوليه ديالي بان اجمل واغنى واثرى جهه في المغرب هي جهه فاس مكناس. اولا فاس المدينه العتيقه كولتوريل، مكناس المولى ادريس فولوبيليس 3000 سنه يعني الرومان مع من بعد لي فينيسيان، يعني مدينه صحيه بامتياز ومعروفه دابا عالميا. لا ديك اسم داك الشركه الاجنبيه باش ما نديرولهاش الدعايه، احنا ماشي ما ضدها باش نديرو كذا، ولكن هذا واقع اللي هو اللي تيجي تفاس او اللي تيمشي المنعقوب. سيدي حرازم حنا تنعانو، تعطونا تعهدات وجوده دراسات بعض المسؤول على ديك الاسم ديالها دي اركيتكت من الدار البيضاء من شركه اللي هي لا سي دي جي، وكان تعهد بان غادي يعاودوا سيدي حرازم من اوائل المدن اللي كانوا فاس يجيو لها المقيمات ديالها اللي هي مشات تنسات نهائيا، زائد الاطلس وما ادراك ما الاطلس، تتبدا موزائي موزا كندر تتمشي صفرو تتمشي البهالي ديال 3000 سنه صفرو من مدينه صفرو الى قريه فاس، يعني اللي معروفه عالميا بالمغاربه الاصيلين واليهود الاصيلين في العالم باسرهم يعني، وهما اللي تيسوقوا المنتوج السياحي والثقافي والاقتصادي والسياسي للمغرب والعالم باسرهم. وعلى حتى تيبقى الدستور ديال هذا، هذه من النقاط الاساسيه. زيد بولمان ويعني وزيد يعني الامور ديال الاطلس ككل، استمع الاستماع يعني بعض الجهات، ورجع لتازا وتاونات يعني، ورجع المولي يعقوب، ورجع يعني حتى الحمامات ديال بولمان راها حتى هي كاينه حمامات اللي سميتها مولي يعقوب. اذا وحتى إفران اللي هي مدينه تزحلق اللي هي معروفه كسويسرا وهي اجمل من سويسرا، الملقبه بالمدينه السويسريه يعني في العالم الافريقي والمغربي. والفضل تيجعل الله سيدنا يعني لهذه التنميه الاقتصاديه المغربيه، واكبر دليل هو يعني سيدنا الله ينصرو اليوم بالتاكيد بان فاس غادي ترجع المجد ديالها، فاس والكل في فاس. استاذي الكريم، هل يمكن ان نفهم انك راض يعني عن الدعم الذي تخصصه الدوله لتشجيع التقنيه الثقافيه والصناعه التقليديه لفاس؟ حقيقه هذا سؤال سالوني في البرلمان وجاوبت عليه، وتنشكر بكل صراحه الوزاره يعني دارت عليها من بعد اسبوعين ما كملتش، يعني خرجت الدعم يعني الثقافيين، وهذا ولو ربما كان بعض اخذوا عطاء يعني ربما عطاوا فضلوا بعض يعني رجال ثقافه يعني رجال فنانه، ولكن في نطاق ثقافه الثقافه اضافيه، ثقافه دراسة، تعليم، تدريس، صحة، يعني حتى في نطاق الدراسات العلمية ما عطينش حتى 1% من أي ميزانية من الميزانيات من أجل يعني الثقافة، والثقافة هي من أوائل النقط الأساسية الأولية اللي غيمكن لها تثقف الأطباء والممرضين والمثقفين الكبار والدراسات. وأكبر دليل هو بعض المثقفين في العالم باسره اليوم هما في امريكا وبعض الدول الاخرين اللي ما تعطات لهمش القيمه وما تعطات لهمش ما تاداش الواجب معاهم، وهما دول بعض نظرا للغيره ديالهم على بلادهم. والمغاربه تيبقاو دائما غيورين من جميع الفئات الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه وباغيين يرجعوا للمدن ديالهم. ومره اخرى حتى المغاربه من جميع الفئات الاقتصاديه والاجتماعيه وخاصه منهم الطبقه الهشه
والطبقة الفقيرة تنهنيهم من هذا المنبر، لأن صبورين. يعني مثل نديروا المقارنة يعني ما بين الدول الأخرى الأوروبية، الأوروبية تعطيو 1200 1500 أورو، أمريكا تعطيو 800 دولار في الأسبوع، بعض الأسابيع هي 3200 و 300 دولار كل صبي أو ابن أو ابنة، هي ترجع 4200 دولار. حقيقة الميزانية ديال المغرب ما تيمكن لهاش هذا، حنا مع الميزانية ديال المغرب، حنا مع الصندوق ديال المغرب، حنا مع المداخل ديال الضرائب من أجل تسفيت يعني بعض المسائل، وخاصة من الأمنية والقضائية والإعلامية، لأن بدون إعلام هذه يمكن نشوف قدام ما يمكنناش نسوق أي منتوج من المنتوجات يعني السياحية والاقتصادية عامة ديال البلاد. ولكن خص لابد من إعادة الفلسفة في هذه النقاط كلهم، لأن إذا ما مشيناش وعطينا قيمة للثقافة والتدريس والتعليم والصحة يعني بالواقع الملموس والمعيشي، خلينا نكونوا غير تنهضروا بكلام سياسي سياسوي، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق وعطى بكل تواضع، بل بعد مواطنيها وأبنائها الأبرار اللي من عميق القلب ديالهم في حامي وعلى المغرب ككل، وخاصة المدينة اللي ترعوا فيها من جميع الأمور والطرق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة منها حتى الثقافية. تفضلوا عن آخر يعني تطورات يعني القضية الوطنية، وكان منها أنه يعني تم فتح نقل جوي بين الرباط وتل أبيب. إذا بغيت نسولك يعني هل كان يعني موقف مهم يعني من السياح المغاربة أو من الجالية المغربية والجنوبية يعني في زارة المغرب في هذه المرحلة رغم الكوفيد ورغم الأزمة؟ يعني حقيقة هذوك اليهود ولاد عمنا اليهود مأصلين من المغاربة، وحنا كدراري صغار كنا دائما في المدن العتيقة، يعني في بعض المدن يعني اللي معروفة، يعني كنا نتبادل المأكولات والأعياد وكذا، تذويقة تنذوقوا بعضنا ببعض يعني. والمغرب يعني بلادهم وتيحمقوا عليها، واكبر دليل هو في هاد كوفيد هاد المشاكل، يعني اللقاءات اللي تيديروا في العالم باسمه والتسويق المنتوج المغربي ربما تيسوقوا اكثر منا قوت المحبه ديالهم. اذا حقيقه داروا اكثر من جهدهم باش يجيو، جا بعض القوافل لمراكش، جا بعض القوافل الداخله في نطاق الاقتصاد والداخل الصحراء المغربية العزيزة علينا، مغربية كح والمغاربة في جامع المغرب، وعلى أصول تال يهود المغاربة المؤبين للمغرب اللي ما غادي يسمح حتى شي واحد في شبر أو مليمتر يعني من 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 من, من رمال الصحراء المغربية، يعني ومن حبة من حبات الرمال المغربية يعني حقيقة. وجاو حتى الأعياد ديالهم ولو كوفيد ولو بصعوبة، ولكن في نطاق تشجيع السياحة غادي يكونوا، وهذه كانت كتدخل من التدخلات ديال اللقاءات اللي عشناها اليوم الصبح مع البنك الدولي ومع المنظمة العالمية، يعني البنك الدولي والمنظمة العالمية، ومع رأسة المنظمة العالمية ديال الصحة مع أساتذة ودكاترة برلمانيين من العالم بأسره، مع 165 برلماني، وكان تدخل كوفيد، كان الكوفيد الاقتصاد طريقة من الخروج من بعد كوفيد يعني، والطرق. وشاروا بعض المتدخلين بأن قالوا في نطاق السياحة، لأن واحد من المغاربة اللي دار سؤال من الأسئلة من مراكش وكان جواب من بعد ذاك الأساتذة، قالوا من الأوائل يعني السياح الأوائل المغرب هما اليهود مغاربة واليهود عامة، لأن إسرائيل من الدول الأولى اللي سرعت بتلقيح ديالها، والمغرب من الدول المعترف بها عالميا اللي سبقت بعض الدول الأوروبية جوج مرات وجرعتين، وأنا شخصيا درت جوج جرعات ومفتخر بها كافتخار يعني المغرب، وهنا يعني من أوائل الجنسيات اللي غادي يشجعوا السياح. أمريكا هي غادية في الدور ديالها، يعني أستراليا والدول الأنجلو ساكسونية كأستراليا كنوفيل زيلاند كالدول الأسيوية كالصين كهذا، يعني ملي غادي يبداو
غادي يبداو تدريجيا. والناس هي ربما نطلبوا من الله الخير، ربما تبدا في سبتمبر اكتوبر، تبدا نسبيا في اواخر السنه ديال ديسمبر. يعني تو ديبو ديال لوفيرتور دو سيال. حنا سابقا كنا تنقولوا لوفيرتور دو سيال في نطاق الاوبن سكاي، يعني باش جاو الشركات الاجنبيه باش ما خلاوش الشركه الوطنيه بوحدها اللي واخده المونوبول. وكما تنقول حتى في الاقتصاد عامه وفي بالخصوص، يعني حتى هي خاصها تنقص المونوبولات الكبار، لان الفلاحه مهمه، ولكن ذاك المونوبولات الكبار تعطى لهم اراضي بمجان، معدات بمجان، يعني الورشات يعني يعني وحتى بعض الامور بالمجان، وحتى الكوتاكوت بمجان 70 80 90%. وراني قلتها في بعض سميتو شي كيدير ربما تيديكلاي 120% او كذا وتي هذا، ولكن داك الشيء معطيه للفلاحه الصغار، والفلاحه الصغار هي اللي تتخدم يعني على الاقل 50 او 60%، والصناعه التقليديه والسياحه هي اللي تتشغل الكل في الكل. علاش؟ لان السياحه والصناعه التقليديه، السياحه هي اللي تتشغل حتى الفلاح، حتى الصناعه التقليديه، الجلد الصوف كذا، والمأكولات يعني اللحوم وهذا. اذا لابد من اعاده النظر واعطاء اسباقيه للفلاحه الصغار والصناع التقليديين الصغار والتجار الصغار والطبقه اللي دابا عايشه المشاكل العظمى. وتنهنيهم مره اخرى، لان المغاربه صبورين، المغاربه من افضل اطيب خلق الله في العالم بأسه، ولو في الطبقات الهشه قبح الله الفقر. يعني تيعترفوا بالجميل والطيبوبه ديال المعامل ديال الناس اللي طيبين. وفاس معروفه، يعني ساكنه فاس، باش ما ندخلوش بان فاسيين او بعض الوزراء تيقول لك كذا، باش ما ندخلوش في بعض المشاكل اللي خلقت بعض المشاكل بعد اهل فاس سابقا، لان قال لك ان ذاك هما اللي كانوا تيقريو ولادهم وخرج. يعني دابا اليوم ساكنه فاس، يعني وكما الحسن الثاني رحمه الله من بعد استقبل السيد الوالي السيد دريف من اوائل الولاة اللي استقبلوا في المغرب في التسعينات، من بعد ذاك المشكل العويص وللاسف ذاك الحريق ديال فاس، وللاسف ذاك الناس مازالين تيصولوا وتيجولوا وللاسف، يعني جاوا بالبرمجه ديال الولاة. وملي الحسن الثاني رحمه الله استقبل السيد دريف قال له انت من تاونات، ولكن قيتي في ليسي ديال مولاي ادريس. اذا اللي تيجي لفاس تيتاخر في فاس، اللي من جميع النواحي ديال المغرب راه ما كاينش هذا فاسين، يعني ساكنه فاس. وانا من هذا المنبر تنهني ساكنه فاس من جميع الجهات المغربيه، واللي ولو تيقولوا بعد اهل فاس يعني اللي خواو فاس ومشاو لبعض المدن الاخرى كبيره كالدار البيضاء والرباط من اجل الاقتصاد، يعني ملي تتهضر معاهم مازال عندهم الغيره ومازال تيبغيو يرجعوا يعني النوستالجي ديال المدينه، ولكن تيقول لك خواوهم فاس ماشي خواو فاس. سامحهم الله بعض الاحزاب القديمه اللي كانوا تيطبقوا بعض الامور النقابيه لهذيك الاسامي ديالهم وبعض التعسفات النقابيه. انا ماشي ضد النقابه، انا مع النقابه، أن حق دستوري، ولكن اللي تيطبق النقابة الحق الإنتاجية المنتجة الصانعة لي بروديكتيف إي كونستركتيف، ماشي إلا شي معمل خدا يعني شي كوموند شي طلب ديال 20,000 زربية أو 20,000 ساك أو كأس أو منتوج أو ويجيو يقول لهم في بيبان ديال المعامل وقفوا وينوضوا يديروا أمك. لا، يعني النقابة هي النقابة بحال الأنجلو ساكسونية، إما أن تكون أم لا تكون، أو النقابة ديال الدول الآسيوية. إذا كان غادي يصنع لك 100,000 نظارة تيديك مليون نظارة، إذا كان نظارة بعشرة ديال الدولار غترجع غير دولار، اللي صالح من المستهلك. وهنا صوتنا على حق المستهلك، ولكن ما تنطبقوش حق المستهلك للأسف. مثال صغير من أجل غير الدردشة، راه في نطاق التستهلك تطبيق القانون ديال المستهلك، راه شركه من الشركات يعني الاجنبيه اللي هي تتبيع الماكولات والمشروبات لهذيك الاسم ديالها، سيده من السيده طاح عليها كاس ديال القهوه على الرجل ديالها وحمرت، ونادت تدعيهم
وهي في البروسبكتيف ديالها 18 دوغري صابوا 21 دوغري حكموا لها ب 5 مليون دولار. يعني دابا حتى في الطيران لي زوتيز دو لير واحد من 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 من, من صناع القرارات مسلمين كبار في العالم باسرى الدول الاسيويه او الدول العربيه كان يعني نعس وجات لوطيس فيقته ولقاهم ربح 10 مليون لان برهن له الحجاج ديالو المئات الملايين او الملايين ديال الدولارات اللي كان غادي يصب ديك الشيكه وفيقته هرشت له كذا. ومنعوا دابا لي زوتيز دو لير منعوهم ما يفيقوش يعني الزبوني لك الناس ولا ربما كذا. اذا هذا في حق الاستهلاك او المستهلك يعني مازال ما طبقناش حقوق المستهلك لان حقوق المستهلك دائما لصالح الزبون لصالح المستهلك يعني وتهريس اللوبيات من اجل الطبقه المتوسطه اللي هي اليوم الطبقه المتوسطه في المغرب كانت اسم على غير مسمى ولكن وللاسف غير من سوء الى سوء لان الصوائر تتكثر والمصاريف تتكثر والمداخل تتقل. وهنايا حتى في نطاق التدريب ولو اليوم اليوم كوفيد والميادين جملة الموظفين تيقطعون حتى السياحة ويضحكوا لها أهلا بإسراء عباد الله واش غادي تضرب الميت في قبور تنوضوا واش السياحة وصناع تقليديين في أزمات وتعيدوا اليوم حتى الألفين درهم ما تعطيوها لهم شيء يعني مارس أفريل ماي وحتى المشي السياحي تيحيدوا له 700 درهم يعطي الضرائب كذا وحتى ذاك المواطن تيعطيوه 2000 درهم راه منين تدخل له يعني الكونت ديالو بونكي عنده كريدي ديال الدار ديالو او شي ثلاجه او شي امور صحيه ديال مراتو اللي خلص عليها او كذا 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 وبالتالي تينوض يتمشي الامور على الاقل يسير بهم. ولو دابا خرج يعني واحد البيان بان غادي يخرجوا لهم في 13 ابريل باش على الاقل ان شاء الله يواكبوا الشهر رمضان المبارك علينا جميعا واللي تنهني المغاربه جمعاء والمسلمين داخل المغرب وخارج المغرب. هذا كل صراحة في نفس الوقت وللأسف هذا السؤال متداول به جهويا وطنيا وعالميا. هو المشكل هو مشكل ذو حدين ذو سلفين. الحد الأول هو المشكل الاقتصادي الحالي هو كوفيد. المشكل الثاني وهو رد ثقة في السياسة والسياسيين أقول شبه جمعاء. حقيقة تعطت أولويات في انتخابات السيدات وهذا جد مهم لأن من 60 مرأة تعطت 90 مرأة. بكل صراحة يعني حتى الشباب يعني كان ربما نزلوا 30 كانوا يزيدوا 30 الشباب اللي تجي هذاك الشباب حتى هما كذا لان تنقولوا في الشباب راه مش الشباب غير الرجال راه رجال ونساء ذكور واناث. ولكن شاءت الاقدار نظرا للكوفيد ونظرا للمشاكل الاقتصاديه الاجتماعيه ونظرا 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 يعني عطاو اولويه للمراه والمرأة سهله وكما هنيناهم تنعاود نهنوهم يعني ولو او قشار يعني في هذا العيد هنا المشكل القائم بالذات هنا كما ان حزب الاصاله المعاصره سيعطي يعني يمنح فرصه للشباب في الدوائر المحليه ما غادي يعطيو اسبقيه وهذو التعليمات اللي عندنا يعني باش يعطيو اسبقيه للشباب والوجوه الجديده والنساء هذه من اولويات الاولويات. وحنا السياسه ديالنا اللي تنطبقوا تنطبقوها باش نشجعوا الشباب يعني وحاملي الشهادات او منعشين او حتى صناع تقليديين او مهنيين او حرفيين جميع المهن. ولكن باش نرجعوا ربما نقطه من النقاط متداول بها وهو طريقه اولا ديال الصوت
ثانيا القاسم الانتخابي، كلشي غالي. هل يؤثر القاسم الانتخابي على لا، بكل صراحة اللي غادي يتقاسوا هما الأحزاب الكبيرة. الأحزاب الكبيرة اللي هي كانت تجيب بعد دوائر ثاني أو ثالث، على سبيل المثال إذا كانت مدينة من المدن فيها أربعة أو دائرة من الدوائر أربعة أو خمسة، تيمكن له بعض الأحزاب يجيب جوج أو ثلاثة. إذا بعض الأحزاب الكبيرة تضرر، ولكن هنا عطاو أسبقية الأحزاب، ما نسميوهش صغار، حنا كنا صغار تحت الله سبحانه وتعالى، يعني باش عطاو يعني واحد الاولويه باش حتى داك الاحزاب السياسيه، نظرا للعدد ديال الاحزاب السياسيه اللي هي في المغرب، علاش يمكن لهم تحصل؟ واكبر دليل هما الانتخابات الحاليه او الانتخابات السابقه، يعني كانت العتبه 6%، كاين اللي في الدائره ربما جاب 700 او 900 في الدائره، ماشي حتى في الدائره، غير في ذاك الحي ديالو اللي هو مرشح فيها، وما داش حيت قالوا 6%، وصلت 1200 ديال الناس. اذا عطات كما انا شخصيا وقلت في نطاق الاقتصاد وجبت بعض الوزارات يعني في المونوبول ديال الشركات الكبرى، ما خصش يكون المونوبول حتى في الاحزاب السياسيه، لان المونوبول كما قلت سائما وانتم في التدخلات ديالي دائما كذا، اعطاء الفرصه للطبقه الهشه، الطبقه الفقيره، الطبقه المثقفه، الشبيبه في السياسه وحتى المراه. اذا انت ذاك الاحزاب غادي يمكن، على سبيل المثال كاين دابا 90 مرأة، وغادي تمشي على التقسيم ديال عدد السكان ديال المدن، مثال الدار البيضاء غتمشي فيها غتعطي واحد 12 برلمانية غير مباشر، يعني نسميوها الكوطا كي تسميوها، أو اللائحة الوطنية اليوم أصبحت اللائحة الجهوية، فاس غادي يعطيوها 10. إذن دابا من المفروض حتى ذاك الاحزاب الكبار اللي انا كنت دائما تنقول ضد اللوبيات الكبار، يعني يجيبوا واحد 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 واحد، غادي تجي مرأة 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 10 ديال المرأة، إذن غادي تعطيه فرصة واحد يعني الأحزاب باش حتى هي تكون عندها واحد الفرصة يعني سواسية، يعني تعطي يعني تعطي واحد الفرصة لجميع الفئات السياسية. اسمع لي غير باش نكمل هذا ديال نرجع للقاسم الانتخابي، يعني بعض المواطنين بعض الفئات تم بعض الدكاتره والاساتذه وبعض التجار وكذا ما فاهمينش المفهوم ديال القاسم، غير تبكي القاسم بعجاله القاسم الانتخابي، وهو تيمشي عن طريق عدد اللوائح المسجله، باش غادي تجي تدخل الحساب خصك ديال الحساب يكون عند اللوائح المسجله، ولكن في الحقيقه من بعد تجي الحساب يعني على الارقام او الاصوات المعبر عن داخل الصناديق. اذا هذه جد ديمقراطيه، اولا تعطي اسبقيه للاحزاب الصغيره وسواسيه ما بين الاحزاب الكبيره والصغيره، وهنا القاسم ديك الساعات الى على سبيل المثال مدينه فيها او دائره فيها 100,000، اذا الى كانوا اربعه خص 25,000، باش تجيب الثاني خصك 25,000 اخرى هي 50,000، اذا غتكون تقريبا يعني مستحيل، ولكن ممكن تكون اذا كان بعض الاحزاب تيقول لك بان عندهم القدره باش يجيبوا واحد النسبه مئويه يمكن لهم يجيبوها، غير هي تتصعب محضه. اذا الاحزاب الكبيره هي اللي ضاعت في بعض العدد ديال كذا، وغادي تمشي امور سواسيه، وهنا راه المواطنين باش يعرفوا قاسم انتخابي راه الحساب اللي تيتحسب هما الاصوات المعبر عنها صحيحه. سي عزيز هذا السؤال اللي تيتعطى للاحزاب ككل، وسؤال في بلاصتو، لان جل طبقات متوسطه وجل طبقات المواطنين المثقفة وجل طبقات اللي تتهتم يعني بالميدان السياحي، اسمح الميدان السياسي السياحي دايما في الدماغ ديالنا، يعني تتهتم يعني تهي تتسائل ولا ذكر الا الكلام ما بين جميع الفئات حول اولا القاسمي من جهه وحول الاحزاب كيفاش غادي يطبقوه.
البرنامج ديال الحزب أصل المعاصرة هو حزب متداول به دابا داخل المغرب وخارج المغرب، حزب وهنا ولو وقع لي نشير لهذه أن ما يمكنش خليها في قلبي شنآن مع ذاك السيد اللي كان دار المشاكل الفاس اللي كانت يتسمى حاميها حراميها، لا ديك الاسم هي اللي سلب الغدس، يعني احتراما للاشخاص واحتراما للاحزاب والناس وكلهم ما نشخصوش، يعني هذا احترام دايرين لهاد الناس وهاد الاحزاب كلهم. حزب الاصاله والمعاصره اولا تيدير اكثر من جهده باش ياخذ الوجوه النظيفه، وده طبق واحد النسبه مئويه ديال الديمقراطيه حتى من داك الناس المرشحين القدام، يعني اللي عندهم واحد الرغبه وطلب من جن الساكنه ديال الدوائر ديالهم هما اللي تعطات لهم اسباقيه، زائد حتى النساء اللي راهم تيتعزلوا وغالبا غادي يمشيوا في نفس المنهجيه اللي عندهم قيمه مضافه اي محبه واحترام ديال المواطنين، وفي نفس الوقت ذاك المحبه والثقه المؤيد يعطيهم اصوات اضافيه لذاك النساء باش ما تبقاش تكن على ذاك النساء راهم ككوطا او كلائحه يعني كذا، لان حتى هما غادي يجيبوا الاصوات ديالهم حتى هما غادي يخدموا، حيت يعني ما حكمش لا حكومه لا في الحكومه وما سيرش يعني بعد المدن الكبيره، يعني ربما بعد الجماعات ماشي ربما بعد الجماعات ولكن المدن الكبيره ما سيرهاش. اذا حزب نظيف، اذا المواطنين اش يقولوا؟ الاحزاب الاخرين جربوهم، الانتخابات السابقه كانت تصويت عقابي ضد واحد الشخص معروف اللي نهب البلاد وسرق البلاد وما قدوش الحياه كمل تم الاموات، يعني حتى بالمقابر ردهم دي لوتيسمون، حتى المواطنين اللي كانوا عندهم ممتلكات ديالهم المغرب وداخل المغرب تيجيو تيصيبوا الاراضي ديالهم ممتلكات ديالهم ثلاث امارات، شحال نديروا كيس كاردياك. إذن اليوم تعزلوا الناس اللي وبنضاف، وحتى بعد الأحزاب العتيقة اللي لذلك الأسامي ديالها فوق راسنا كلها محترمة وتهي براسها تتندد وضد ذاك الناس المشينين لذلك الأسامي ديالهم احتراما، ولكن المواطنين انتم ما عرفتوا على من تتكلم اللي سالة بالغط وما عمري ما غادي نكل شي ما نجبدها شي. منظمة يعني ديال حقوق الإنسان ومشات معايا الخميس قبل الجمعة اللي وقع ذاك الدباز اللي وقع لي مع ذاك السيد في البرلمان، قالت لهم السي اللبر عنده الحق، ما خش الأصل والمعاصرة توقع ذاك التوقيع مع ذاك أحزاب المعارضة ولا عصم ذاك السيد اللي كان أمين عام ديال ذاك الحزب. قالت لهم أنا يعني جمعوية يعني رئيسة منظمة حقوقية برلمانية عضوة المكتب السياسي، قلت السي اللبر عنده الحق. إذا كان الحزب غادي يحارب وهنا باش وقع، وقع ما وقع هنا والحمد لله درت عملية أكور أوفير ومن بعد خرجت يعني لا مع لي جورناليست ولا ما كذا، ولكن سامح الله ذاك الناس اللي داروا سامحهم الله لذيك كذا كذا. المهم حنا مازال قدرة السميع العليم مازالين بالحياة ومازالين تنناضلوا من أجل المغرب عامة وفاس مكناس وخاصة فاس بالخصوص، لأن تنحبهم وما تيحبوني المحبة الدائمة والكاملة، لأن اللي تيخرج من القلب راه تيمشي من القلب، واللي ولد بلادها وتعرف بلادها ومضحي أودي تريمون صحتي وضحي من عائلتي وضحي من ديال ولادي يجنريت با، لأن حتى شي واحد ما دار لي الفاردي في الراس ديالي باش نناضل يعني هذه النسية. ولله الحمد بعض أصدقاء ديالي أحباء ديالي
وزملائي اقتصاديين يعني تيزولوا هذا في العالم بإصريه، تيقول كاين شبكة السياسة هذه، ولكن إذا كان أنت وأنتي وأنتم والأخرين وكل واحد اللي نضاف واللي رجال الاقتصاد ورجال المعرفة والمحبة يعني عندهم الرجال على البلاد ما غادي تخش للميدان، لأن غتطبق عليهم كي تيقولوا اللي ما تسيش غتطبق عليه السياسة. ولكن هنا تنقول للناس ونستغل الفرصة يعني من جميع الفئات الاقتصادية يعني والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، تنقول لهم خصكم تمشيو تصوتوا وخصكم يعني تقنعوا الشبيبة وتقنعوا الشباب وتقنعوا الناس اللي ربما تيقدموا لهم بعض الناس بعض الجهات الأدمغة ديالهم باش ما يصوتوش باش يطبقوا العزوف باش ما يطبقوش العزوف، باش داك وليدات داك العائلات من جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية يشجعوا الآباء ديالهم والآباء ديالهم يشجعوا الجيران ديالهم ويقول لهم خصكم تمشيوا تصوتوا باش تطبقوا تطبيق روح المواطنة الحقة، وفي نفس الوقت تطبيق روح المواطنة الحقة كما تنقول الحكومات تنقول للأبناك روح المواطنة الحقة هي المواطن يشغل والشغل الشاغل يشغل والمواطن يخلص ضرائب كما معمول على مين على الأرباح مش على الخسارة، باش هنا هاد الحكومة اللي تتبغي تدرب داك الناس اللي كانت تعيد النظر وتقول بأن التملص الضريبي لا راه ماشي التملص الضريبي كما تنقول لهم في الجهة المالية، راه تنقول لهم بعض الإدارات اللي تيديروا تاع السوف الضريبي اللي تيديروا نصب احتياج وعلى سبيل المثال صغيرة تيقول لك المقاول صغير تتمشي تستثمر تيقول لك خصك تمشي دير الشركة تتمشي دير الشركة أوليو دو بيرسون فيزيك فيزيك يعني مورال بيرسون مورال مي تتمشي المورال للشركة من بعد عامين ثلاث سنين ترجع لك للأيام ديالك الأولى، يعني هذه أمور اللي تنقولها غير كإشارة من الإشارات ديال كذا، وأنا في جميع الميادين لا في السياحة ولا الصناعة التقليدية ولا في العقار، ولكن ما تنقول دائما إعادة النظر في الحمامات والمنشين السياحيين في جميع الميادين يعني خصهم كلهم لابد من إعادة النظر فيهم. هذه أمور اللي تتكون ما بين الإدارة العامة ما يمكنناش نعرفوها ربما هما ولكن ماشي أنا شخصيا اللي غادي يمكن لي كذا أنا على مستوى مدينة فاس يمكن يعني أنه التحالف ثاني في مستوى الجماعة أنا تنظن التحالف كمثال الأمثلة اللي وقع للأصل المعاصرة ولا العدالة ولا بعض أحزاب أخرين جهات أخرين ومناطق أخرى راه التحالفات تيكونوا من بعد انتخابات نعطيكم غير مثال صغيره مثال صغيره اليوم فاس رئيس المجلس الجهه فاس من الحركه الشعبيه سير 91 لا ما خاتنيش الذاكره ولا 71 كان عندهم 11 قولوا باز حنا رئيس الجهه ديال هذا يعني تحالف يعني تيكون ما بعد هذا الامر كذا، ولكن ربما يعني التحالفات كما وقعت في بعض الدوائر غادي تكون ما بعد الانتخابات لانه هو الاهم في خدمه البلاد، لازم حزب من الاحزاب واشخاص من الاشخاص غادي ينتزلوا من اجل خدمه البلاد، وانا على ما اظن جل الاحزاب يعني في جميع يعني الطرق السياسيه او طرق التعامل بها ديال او البرامج ديالهم او في الرؤيه ديال العوائد ديالهم دينيه اقتصاديه دو دغوات دو غوش دو سونتر كذا لازم بعد النوبات انتم عرفتوها يعني وقعوا بعض التحالفات اللي ربما تيقولوا ما يمكنش هاد الطريقه التخميم ديال هاد الحزب غادي تمشي مع هاد الطريقه ديال الحزب يعني ما راديكاليه او يعني يساريه مع الوسطيه ومع الدينيه ما وقع تحالفات. تفضلوا. الأسئلة ومجموعة من الأسماء يمكن تقول لنا في كلمة واحدة الهمة السيد عام للهمة خادم الدولة أنا ما نقول لكمش بأن هذا السؤال اللي سألتوني سؤال بيج بكل صراحة، ولكن هذاك السيد من أفضل خلق الله شخصيا كل تواضع
تنعرفوا يعني قبل ما يكون مستشار، قبل ما يكون في السياسة، يعني شاءت الأقدار وكانت معرفة شخصية شخصيا، ورجل فاضل ومفني بناس بلاده التهوى وحياته وصحته من أجل البلاد ومن أجل المملكة ومن أجل يعني الصالح العام عامة. إذن تضحيته مقبولة ومعترف بها محليا جهويا وطنيا وعالميا بكل تواضع. راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يمكن له يقول شي كلمه خارج الطريق، لان غيور وتيستمر من اجل البلاد، يعني ماشي غير سياسيا، يعني في جميع الميادين، من اجل اقلاع الاقتصاد البلاد ومن اجل يعني امن البلاد. والامن البلاد حيث البلاد امنه ومؤمنه يعني بالعمل الجاد ديال سيدنا نصره الله اللي تيخدم ليل نهار، واكبر دليل هو الاعتراف به عالميا والاعتراف حتى بالصحراء المغربيه والطرق الدبلوماسيه المغربيه الموازيه حتى ديال بعض رجال خواص وبعض سياسيا يعني في الطرق العالميه. إلياس العماري رجل خدم السياسة ديال البلاد بطرقه خاصة ديالو، محترم، وأكبر من ذلك هو مقارنة مع شخص آخر لا ديك الاسم ديالو باش تعطوش القيمة ديالو، يعني عرف وفهم وهو تتواكب مع السياسة وتطبقها بالطرق احتراما للبلاد ديالو، الطريقة كيفاش انتزل على بزاف ديال الأمور وهو غادي من اجل مصلحه البلاد. عبد الاله بن كيران رجل تاهو تربطني معاه علاقه طيبه سابقه، رجل من افضل خيارات الناس حقيقه، مشاف واحد السياسه خاصه ديالو هو، مشاف واحد الاقناع ديال المواطنين خاصه به هو، يعني بعض المواطنين غادي في نفس التفكير وبعض المواطنين تيبدلوا الاراء ديالهم والتفكير ديالهم بطرق خاصه ديالهم، ولكن يعني بكامل الاحترام لشخصيه السي بن كيران بالطرق ديالو كيفاش تاهو تواكب مع السياسه الوطنيه المغربيه وكيفاش مشى بالطرق ديالو وباعتراف ديالو وبالطرق كيفاش تاهو تيزكي يعني بعض الامور سياسيه واقتصاديه ديال البلاد. أستاذ باكوري من أفضل خلق الله، وقع لما وقع المواطنين يتساءلون شنو وقع لذاك السيد. أنا تنعرفو يعني كان كرئيس ديالي، تنعرفو كما يكون كرئيس ديالي ديال الحزب، تنعرفو ملي كان رئيس ديال السي دي جي وفي مراكش، وكان استثمارات كمستثمر سيائي تما، يعني مع بعض الاستثمارات اللي هي تابعة يعني لبعض الشركات الليبية وداك الشيء، وكان يعني واحد الغلط نسبي وتصلح من طرف الدولة وكذا، ولكن كانت المعرفة ديالو في اللقاءات لا السياسية ولا كذا، رجل فاضل ما فهمناش، كنت نتسألو والمواطن تتسألو شنو وقع له؟ شنو هو المشكل؟ سمعنا بعض الامور عن طريق بعض الجرائد، احنا تنحترموا الجرائد الاعلام كل وسائل ديالهم، ولكن يعني ما عارفينش بالتدقيق ما وقع، وربما الوقت اللي غادي يبين يعني الحقيقه ديال التعامل والمعامله اللي ربما تعامل بها سابقا للمواطنين، وانا منهم مازال ما عارفينش دو كويس. الشيخ بيلي من أفضل خلق الله، داهية، تريز انتيليجون، يتكلم سبعة لغات، ما كاينش سياسي، وحتى في رجال الميادين السيائية اللي من المفروض رجال القطاع السيائي يهضروا ثلاثة ولا أربعة، جل الناس السيئة ديال الشركات الأجنبية على رأسها الفرنسية تهضروا لغة واحدة. قليل تهضر شويش الانجليزية عندي كان، إلا القليل تهضروا أربعة وخمسة اللغات أو جوج ثلاثة ديال اللغات، ولكن سي بيد الله ستة أو سبعة اللغات. وليتيفير راجل فاضل محترم
لا داخل المغرب ولا خارج، داهية في الاحترام والثقافة والمعامل وتطبيق السياسة النظيفة 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 النظيفة. سي عبد اللطيف وهبي عندي علاقة مع طيبة قبل ما يكون في البرلمان، ومن بعد كان في البرلمان وتلاقينا يعني كزملاء في البرلمان، ومن بعد كان رئيس ديالنا ديال الفريق ديال البرلمان، ومن بعد اليوم هو أصبح أمين عام. أنا شخصيا صوت على السيبيه لله ومشيت مع السيبيه لله وتنقولها في لقاءات كذا، لأن أنا مني تنمشي تنمشي مع الحق بالخسارة أو الربحة، ماشي بحال الناس اللي تيمشيو ليد من أجل تيمشي غير الربحة. ولكن من بعد يعني مشينا ودازت انتخابات هائلة بأكبر تكنولوجيا اللي ما عمريش في حياتي، الانتخابات ديال السيوابي. ونهار السبت نهار الاثنين في البرلمان عندنا كيوم، كل يوم الاثنين في الأسبوع اللي تتكون الجلسات العامة في ثلاثة ديال العشية، اللي بعض المواطنين تيقول لك الجلسة العامة غير انطياط، لا سو ني با انطياط، لكن الجلسة العامة هي اللي تيخافوا منها الوزراء، لأن في ديك دقيقة أو دقيقة ونص البرلماني اللي ما فكرش هما في دارهم تيورقوا تيعطيو العصا لذاك الناس من أجل الحق. إذا ها ماشي انطياط. إذا نهار الاثنين ملي جا عندنا وانتخب نهار السبت جا قال لك دابا حنا أمين عام، أنا كنت رئيس الفريق معكم زميل ديالكم، حنا اللي تهمنا هي المصلحه البلاد ومصلحه ديال العباد، وحيت المصلحه ديال البلاد عيق انا دابا معاكم كامين عام، انا برلماني معاكم، يعني الاهم ديالنا في هذا وهو النضو ببلاد، وباش غننضو ببلاد خصنا جميعا يتفيد. وهنا اذكر كما تذكرت في امور خاصه ربما غنذكرها مباشره، من اللي جاو سلم علينا كنا تقريبا 85 او 90 برلمانيين اللي جاو من 102 في ذاك اللقاء، يعني اللي تيكون كل يوم الاثنين في الصباح ديال الفرق ديال البرلمان كلهم ديال الاحزاب كلهم، وصلوا سلم علينا كنا وهنانا وقال لك دابا حنا باش نخدموا يتفيد. وجاو من جاو سلم عليا قال لي حرفيا وتنقولها ولا بغى الله سبحانه وتعالى، بان فاس خصها تكون من اوائل جهه فاس بكناس، من اوائل الجهات اللي تجيب البرلمانيين جمعاء منهم تلعيات، وربما ان شاء الله بقدره السميع العالي وباعانه المواطنين ككل وباثقه المواطنين اللي زارعين في حزب اصل المعاصره ومناضلين وخاصه ممثليها ديال المستقبل وممثلي الامه اللي فيها نضاف، لا الاشخاص ولا الحزب اللي هو جديد، الاصاله والمعاصره تحصل على اول نقطه انتخابيه في المغرب، وغادي تاخذ رئاسة الحكومة إن شاء الله بحول الله. وهذا الشيء الفضل تيجعل المواطنين لي دو ريزون كيما قلت، الحزب الجديد ما عندوش صوابق والأشخاص يعني ما عندهمش صوابق. وهنا فاش غادي تطبق الآية القرآنية إن يعلموا في قلوبهم خير ويؤتكم خيرا، والله سبحانه وتعالى إنه سميع عليم، لأن المهم في هذا الشيء كله وهو اليوم سي وهبي محامي أن غرون ماتر، وعرف كيفاش يتواكب مع السياسة اللي عنده التجربه ديالها، وكمحامي محامي افكتيفمون كجل المحامين في العالم باسره راهم هما اللي تيكونوا في السياسه، والناس ديال الثقافه والناس ديال التعليم والناس ديال التجاره، وعلى راسهم حتى الدول على سبيل المثال الامريكيه اللي هي دوله امريكيه وتيديروا في نطاق تشجيع يعني وفي نطاق تشريع المشاريع الاقتصاديه تيشجعوا الناس اللي غادي يطبقوا السياسه الاقتصاديه. ودابا حتى بعض الدول الاوروبيه اللي مشات المشاكل وعندها المشاكل ديال البيروقراطيه القاتله الساحقه، اللي انا تنقول دائما تنقي بان المغرب والقانون المغربي اللي هو قانون اوروبي خصو يتبدل ويمشي بالطرق ديال القوانين تطبيق القانون ديال الانجلو ساكسونيه، لان الطريقه الانجلو ساكسونيه عطات المثال ديال اكثر انتاجي الانجلوساكسونيه وديال الاسيويه هي اللي تعطي تطبق المنافسه والتشغيل، ما يمكن له يتشجع التشغيل الا بالصنع الا يعني بتطبيق حق المستهلك، وحق المستهلك ما يمكن له يتطبق الا من تكون المنافسه، والمنافسه من تكون المنافسه الشريفه من اجل اعطاء الجوده وإعادة النظر في الأثمنة دائما لصالح هذا. إذا رجل محامي رجل كفء،
رجل من بعد انا كما قلت صوت على السبيه ديال الله وتنقول لا تفترق ولا كذا، لان ولكن من بعد درت التذكير ديالي وتذكير تاع المواطنين بيد الله، رجل فاضل ربما خص واحد اللي عنده ربما ماشي غير خبره سياسيه، عنده واحد نسبه تقائيه ديال المحاماه، واللي ربما واحد نسبه مئويه ديال تطبيق السياسه في نطاق الادمغه، واللي غادي تمشي مع الادمغه ومع النيسيسيتي ديال المغرب في نطاق اقلاع الاقتصاد واعاده النظر لا في الثقافه ولا في يعني في الرياضه ولا في الصحه، وكما هضرنا على الثقافه والتعليم هذه نقاط اساسيه اللي خاص الحكومه السابقه اي ديالنا او دغينا او اللي غنكونوا فيها ولا ما غاديين هذاك الشيء، لان الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن الثقه ترجع ديال الناس من اجل تطبيق هذه النقاط الاساسيه، لان هذه النقاط الاساسيه وهذه الميادين الاساسيه هي اللي غادي تدير المغرب لقدام، وهي اللي تعيد النظر وخاصه الطبقه الهشه والطبقه الفقيره والتاجر الصغير اللي رجع اسم على غير مسمى. شكرا لكم على استضافة ديالكم، أكبر دليل وهو تبارك الله خرجتوا مني الكثير، وكان يعني ربما عندي بعض الأمور اللي مكتوبة اللي طبقت اليوم الصباح ونطبق غدا إن شاء الله الصباح مع البنك الدولي، يعني من أجل كوفيد ومن أجل يعني إعادة رؤية من الرؤى لتبيين القوة ديال المغرب اللي نجح فيها في كوفيد، وحنا دابا في أواخر كوفيد، وتنطلب الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذا الوباء ونعيدوا النهضه ونعيدوا الامور في الامور الصحيه، ولا عندنا الامور الصحيه ان شاء الله في قريب العاجل غادي نعيدوا النظر في القوه الاقتصاديه، والمغرب راه مؤهل من بعد رمضان ان شاء الله بحول الله باش يعطي الاكله ديالو اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه ورياضيه. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.